كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم علمنا ما ينفعنا، وانفعنا بما علمتنا، وزدنا علما وعملا متقبلا يا أكرم الأكرمين. أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. نسألك علم الخائفين منك وخوف العالمين بك. وبعد، فنحن في تفسير آيات في أواخر سورة البقرة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه، وليكتب بينكم كاتب بالعدل، ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله، فليكتب وليملل الذي عليه الحق، وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا. فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو، فليملل وليه بالعدل. واستشهدوا شهيدين من رجالكم، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، ولا تسأموا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم، فليس عليكم جناح ألا تكتبوها، وأشهدوا إذا تبايعتم، ولا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا فإنه فسوق بكم، واتقوا الله ويعلمكم الله، والله بكل شيء عليم. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة، فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي اؤتمن أمانته، وليتق الله ربه، ولا تكتموا الشهادة، ومن يكتمها فإنه آثم قلبه، والله بما تعملون عليم. أما الآية الأولى، هاتان آيتان أيها الإخوة، أما الآية الأولى فتسمى آية المداينة، وهي أطول آية في القرآن الكريم، أخذت من سورة البقرة صحيفة كاملة. قال الإمام القرطبي في هذه الآية 52 مسألة، وقال أحد علماء المالكية فيها 30 حكما فقهيا. في هذه الآية فوائد كثيرة، لكن بإمكانكم بداية أن تتصوروا أن أطول آية في القرآن الكريم لا تتحدث عن الصلاة ولا عن الصوم ولا عن الزكاة ولا عن الحج، إنها تتحدث عن المعاملات المالية، تتحدث عن المداينات. قال ابن عباس تتحدث عن بيع السلام، لكن أجمع العلماء أنها تتناول جميع المداينات. بيع السلام هو بيع، الأصل في البيع أن أعطيك الثمن وتعطيني السلعة، هذا البيع، معظم الناس هكذا يتبايعون، لكن أحياناً أنت تعطيني السلعة ونؤخر الثمن، سأعطيك الثمن بعد شهر، أو سأجعله تقسيطاً، أنا بشتري منك براد 200,000 بعطيك هلأ 25، كل شهر حبعطيه 25 أو كل جمعة، هذا بيع تقسيط اسمه. وأحياناً 200,000 بعد شهر بعطيك ياهن، هذا اسمه بيع آجل. أحياناً يكون الأمر بالعكس، أعطيك الثمن كاملاً الآن وتأتيني بالسلعة بعد أسبوع أو بعد يومين أو بعد 3 أيام أو أكثر أو أقل، هذا اسمه بيع السلام، أعطيك الثمن كاملاً وتعطيني السلعة بعد حين. بيع السلام نوع من أنواع المداينات، بيع التقسيط نوع من أنواع المداينات، بيع إلى الأجل نوع من أنواع المداينات. الديون بين الناس، عندما أقرضك 1,000 وتقرضني 1,000، هذا نوع من أنواع المداينات. أطول آية في القرآن الكريم تتحدث عن المعاملات المالية، عن المداينات وما يتعلق بها، في دلالة واضحة بأن المسلم لا يكون مسلماً حتى يحكم شرع الله تعالى في معاملاته المالية كما يحكم شرع الله تعالى
في وضوئه وصلاته وصومه وزكاته وحجه. يا شباب، يا رجال، يا أيتها الأخوات، اعلموا أنكم لا تكونون مسلمين كاملي الإسلام حتى تحكموا شرع الله في المكان الموجودين فيه في أسواقكم التجارية. المسلم إذا لم يحكم شرع الله تعالى في دكانه فأي فائدة لإسلامه؟ المسلم إذا لم يحكم شرع الله في معمله، في متجره، في مصنعه، في مكتبه، في عيادته، فما معنى أنه مسلم؟ الصلاة والصوم والزكاة والحج يا أخوان هذه تأخذ 20% من الإسلام، بس في 20 تانيات بالبيع والشراء والأخذ والعطاء والقرض والمداينة، وإلا ماذا تفسرون أطول آية تتكلم عن الدين؟ ما تتكلم عن الصلاة ولا عن الصوم ولا عن الحج ولا عن الطهارة، متوقع تتكلم عن الحج لأن الحج ركن الإسلام الكبير، لكن ما تكلمت عن الحج أطول آية، تكلمت إذا تداينتم بدين ماذا تفعلون؟ من أجل هذا مطلوب من كل أخ فينا ينزل للسوق التجاري ليبيع أو ليشتري، يجب عليه وجوبا عينيا أن يتعلم أحكام الفقه الإسلامي في البيع والشراء. كل أخ بيننا يريد أن يستأجر أو يؤجر، يجب عليه شرعا أن يتعلم الأحكام الفقهية المتعلقة بالإيجار. كل أخ بده يصرف عملة، يجب عليه شرعا أن يتعلم أحكام الصرف في الشريعة الإسلامية. كل أخ بده يوكل أحد أو يتوكل عن أحد، يجب عليه شرعا أن يتعلم أحكام الوكالة في الشريعة الإسلامية فروضا عينيا. هلأ الوضوء، ما يجب على المسلم أن يتعلم أحكام الوضوء؟ ولا بيقول لا هذا الشيخ المهم يكون شيخ الجامع بيعرف أحكام الوضوء؟ لا، قبل أن تبلغ مبلغ التكليف الشرعي إذا ما تعلمت أحكام الوضوء الله ما بيأخذك، بس متى ما صار عمرك 12 سنة 13 سنة يجب عليك أن تعرف أحكام الوضوء، يجب عليك أن تعرف أحكام الغسل، يجب عليك أن تعرف أحكام الصلاة، يجب عليك أن تعرف أحكام الصوم، لأنك يجب أن تصوم، فكيف تصوم وأنت لا تعرف الأحكام؟ كيف تتوضأ وأنت لا تعرف الأحكام؟ نفس الشيء، عندما أريد أن أبيع وأشتري يجب علي شرعا أن أتعلم. لذلك كان سيدنا عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه يقول: لا يبيع في سوقنا إلا من تفقه وإلا أكل الربا شاء أم أبى. ما حدا بينزل على السوق لحتى يتعلم الفقه تبع البيع والشراء وإلا بيأكل حرام شاء أم أبى، يعني هو بيكون ما بخاطره بنوب يأكل حرام، بس أكل الحرام وطعم أولاده حرام وصل له 5 سنين عم يأكله حرام الجماعة، وعم يشعر قسوة بقلبه، وعم يشعر حاله ما عم بيفهم شيء من الصلاة، وحاسس أنه الله ما عم بيوفقه. ليش؟ لأنه عم يأكل حرام. طيب يا أخي أنا ما كنت بعرف، مقبول ما يكون يعرف إذا كان بكوالا لمبور، بس إذا كان بمدينة دمشق غير مقبول، غير مقبول. إذا كان العلماء حوله وبيوت الله عز وجل قريبة منه غير مقبول أن يقول والله أنا ما بعرف. لذلك يا رجال، يا أخوان، يا أخوات، إذا سمعتم نحن نحمل ملفا هو إدخال الدين للسوق التجاري، بمعنى أننا نلتزم أوامر الدين في بيعنا وشرائنا، فنحن نعقد دورات في فقه المعاملات المالية. إذا سمعتم إعلانا عن دورة بفقه المعاملات المالية اركض إليها لتتعلم حتى تجنب نفسك الوقوع في الحرام. سيدنا علي رضي الله تعالى عنه يقول: من لم يتفقه ارتطم بالربا ثم ارتطم ثم ارتطم. يعني هو ما بده يأكل الحرام. الربا له معنيين، معنى العام الحرام والمعنى الخاص الذي مر معنا بالدروس الماضية: أن أقرضك قرضا فتزيد عليه فيه شيئا. ارتطم بالربا يعني ارتطم بالحرام، ثم ارتطم ثم ارتطم. هو ما له دريان، فكر أنه ليش فيها شيء، والله ما ببالي أنه يعني أنا هذا الأمر خطأ. لذلك نحن بحاجة، إذا كانت أطول آية في القرآن الكريم تتحدث عن المعاملات المالية، كأن الله عز وجل يخبرنا أن يا عبادي تعلموا أحكامي الشرعية المتعلقة بمعاملاتكم المالية حتى تجعلوها حاكمة في سوقكم التجاري، ليصير السوق التجاري سوقا منضبطا بأوامر الشرع. ونسعد هذه التعليمات. ليش الله حرم الخمر يا أخوان؟ ليه؟ من أجل مصلحتنا. لماذا أحل الله عصير الليمون؟ لأجل مصلحتنا. لماذا حرم الله الزنا؟ لأجل مصلحتنا. لماذا أباح الله الزواج؟ لأجل مصلحتنا. لماذا يحرم الله تعالى عدم التقابض في الصرف؟ بالصرف، من أحكام الصرف بدي أصرف $1000، بدك هلأ بعطيك 1000 وهلأ بتعطيني 430، هلأ يدا بيد هاء بها،
يا بحول من حسابي لحسابك. لماذا الشريعة فعلت هيك؟ لأجل مصلحتنا. لماذا تحرم؟ لأجل مصلحتنا. لماذا تطلب التقابض؟ لأجل مصلحتنا. لماذا بيع التقسيط جائز؟ لأجل مصلحتنا. لماذا بيع الدين بالدين لا يجوز؟ لأجل مصلحتنا. يعني لما الله عز وجل الشريعة تحرم شيئاً لأنه يضر بنا، يحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. الشيء الضار حرمته الشريعة، الشيء النافع أباحته الشريعة. بس نحن مطلوب منا أن نتعلم أحكام الشريعة وأن نفهم حكم الشريعة فيما نستطيع في هذه المسائل. وعلى كل مطلوب منك أن تتعلم أحكام الشرع ثم أنت تلتزم بنفسك بها في عملك. أخي بس السوق مو هيك. أي طيب، شو لنا علاقة بالسوق؟ أنت علاقتك مع ربك، أنت بدك أول واحد تصلح. سأحمل راية الإسلام وحدي ولو أن العالمين لها أساء. شو لي علاقة؟ بكرة بدك تجي أنت لعند ربك لحالك، والله بده يسألك، فلا حدا يقول أيه كلهم هيك بيشتغلوا. ما لنا علاقة بكلهم، إلنا علاقة الشريعة شو بتقول. بس هو مرات الشيطان مشان يسوي اللي فعلا بيروح بيهمني إنه كلهم هيك عم بيساووا. لا، مو كلهم، مو كلهم هيك عم بيساووا. في عدد منيح يفعل كما أمر الشرع، بس المشكلة أن بعض المسلمين لا يعلم ما هو حكم الشرع في هذه المسائل. من أجل هذا تابعوا دورات فقه المعاملات المالية من جهة، ومن أجل هذا راجعوا، موجودة الدورة موجودة على موقع محمد خير الشعال. بإمكانك أنت الآن ريثما تسمع عن إعلان عن دورة جديدة أن تراجعها هناك. وتابعوا، نحن أجرينا سلسلة خطب اسمها مهنتي، وفكفكنا المسائل كل مهنة بمهنتها، ما هو الحلال والحرام فيها بحسب يعني الجهد والذي اتسع له الوقت، وإن شاء الله لها متابعة في العام القادم بإذن الله تعالى. بس أنت روح ابحث واسأل، جيب كتاب فقه معاملات، تعسألني اللي أساس شو كتاب فقه المعاملات المالية اللي أخذه، جيبه اشتريه حطه عندك بالمكتبة، كل يوم أقرأ لك صفحتين تعلم. إذا سمعت مجلس علم في هذا البلدة عن فقه المعاملات المالية، روح إلزم بهذا المجلس حتى نتعلم جميعا أحكام الشريعة. يا أخوان، يا أخوات، يا رجال، يا شباب، إذا المسلم لم يطبق شرع الله، من الذي سيطبقه؟ جيب المسيحي نقول لهم، جيب اليهودي نقول لهم، جيب اللاديني الملحد نقول له تعال طبق الشرع. إذا أنتم لم تحملوا هذا الدين، من الذي سيحمله؟ لذلك احمله حقيقة وكن مسلما، يعني كما أراد الله، مسلم يعني مستجيب لأوامر الله تعالى. فالآية تقول يا أيها الذين آمنوا، والخطاب لكم، إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه. أجل مسمى يعني أجل محدد، فاكتبوه يعني وثقوه. هذا الأمر محمول على الندب، سنة. بدي أدين منك 1000 ليرة، 10,000 ليرة، 1,000,000 ليرة، ما في شيء، اللي أستاذ إذا سمحت بس وقع لي على هالورقة. أخذت منك بضاعة وقلت لك أنا كل خميس ببعث لك 100,000 ورقة سوري، على عيني، وقع عليهم، وقع لي على دفتري، هاد دفتري لكني سجلتها، البضاعة حقها 1,000,000 ليرة سوري، كل خميس 100,000 ورقة سوري، بدءا من هذا الخميس عن تاريخ كذا، تفضل وقعهم أو اكتبوا عندك أنت. شايف؟ إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا. لا لا يا أبو فلان، هلأ هيك؟ لك أنا الشيخ، لك هي أول مرة بطلب منك تجي بتقول لي اكتبوا يا أستاذ؟ إيه شو فيها؟ الله قال، الله قال فاكتبوا. ليش تزعل؟ ليش تزعل إذا واحد أخ قال له لأخوه بس استمحت على عيني وراسي بس ممكن تكتب لي ورقة؟ قال زعل الأخ من أخوه قال له لا ما عاد بدي، ويا حوينة الخبز والملح اللي بيناتنا، والله باينتي بيني وبينك لا في دم، مي اللي عم يمشي بعروقك. ليش حبيبي مي عم يمشي بعروقه؟ لا مو مي، عم يمشي دم بعروقه، والله قال له هيك. إذا تداينتم بدين وإنت رجل بدك ترجعون، ليش زعلان؟ الحقيقة إذا واحد زعل معناته ناويله نية مو راكزة. شايف؟ هلا أنا لما بدك تدين مني 1,000,000 ليرة وبقول لك اكتب لي ورقة وقع، ما بتزعل أنت، بدك ترجعهم. لأنك متى ما شفت واحد زعل وقال لك له ويا عيب الشوم ويا حوينة الخبز، معناته ناويله نصبة مرتبة، ما بده يكتب شيء على حال. على كل الشريعة قالت هذا سنة مو فرض، بس يسن حماية لمصالح الناس. يا أخوان، من أخطائنا الشائعة عدم التثبيت، واحد، وعدم التبيين، اثنين. ابن بيجي لعند أمه بيقول له أمي الله يخلي لنا ياكي يا حجة، والله لا يحرمنا منك، والله أنت فضلي علينا من وقت ما كنا صغار، شايفة يا أمي الله مأكرمني، والله هلأ في إلي رفيق، قال في تجرة كتير راكزة
ناقصني مليون ليرة سوري وأنا بدي بس هالمليون وإن شاء الله بشي شهر زمان أنا بيرجع أو بشهرين زمان بيرجع وهدول المليون ليرة سوري والله ما معي مصاري شو أعمل؟ تقوم هي الأم يعني حنونة وفهيمة بتقول له لك يا ابني والله بدي شايفتك محروم خلص خلص ها خد هالأساور الله يرضى عليه خد هالجنزير بيعون وروح يعني اقضي غرضك فيهم طيب شلحت هالجنزير وشلحت هالأساور خد هالأساور هدون خد هالأساور شو هبة انت قلتي له خد هالأساور خد هالجنزير هبة عطيتي اياهم لما بيع آجل ما بيصير بيع الذهب آجل لازم بيع نقدي لما دين لما شراكة شو ما عرفنا لا عرفنا شراكة ولا عرفنا هبة ولا عرفنا عيرة ولا عرفنا دين هلأ بعد والله شهرين ثلاثة فعلا هذا باعهم بمليون ليرة تاجر بهالمليون ليرة ربح 200,000 ورقة سوري رجع لعند أمه اشترى له مثل منون بنفس الوزن والحجم كتر خيرك يا أمي قالت له شو هدون؟ قال له الذهبات تبعيك قالت له لا شو جايب لي الذهبات؟ قال له ماما ليكن نفسهم قالت له لا أنا ليش أنت شو ربحت يا ابني؟ قال له 200,000 قالت له أنا شريك طب نص بالنص أمي شو شريكتي؟ الله يخلي لنا ياكي أنت هيك فرشتيني وساعدتيني قالت له إيه أنا بدي 200,000 قال له بتزعل هو وأمه شو السبب؟ ما في تبيين أنت من وقت ما بدك تشحي أساور قال له تعال أقول لك يا ابني هاي شراكة بيني وبينك بدك هلا هو بجوز يقول لا ما بدي أنا شريك خير إن شاء الله بيرجعوا أساورك لإيدك بجوز يقول لك إيه موافق نص بالنص ثلاثة أرباع بربع من أخطائنا الشائعة أحيانا عدم التبيين اثنين عدم التثبيت يعني بعد ما بينت إنه يا ابني تعال أقول لك هدون شراكة بدنا نكتب ورا هدون 200 جرام ذهب عيار كذا شراكة لك سبته لأنه بجوز هالأم تنسى بعد جمعتين ثلاثة بعد شهرين ثلاثة بعد سنتين ثلاثة مرات في شغلات طويلة الأجل بجوز الابن ينسى لذلك الله عز وجل قال فاكتبوا نصيحة يا إخوان أموركم المالية أبدا اضبطوها اكتبوها مع أقرب الناس إليكم فما بالكم مع الغرباء ما فيها شيء اكتب أنت مرات أنت بتنسى الحقيقة مرات أنا بنسى مرات أنا بيجي بقول لك تعال أقول لك أنا مدينك مليون ليرة سوري أنت بتجي أعوذ بالله أستاذ الله وكيلك 900,000 شو 900 أنا الشيخ عم بقول لك مليون لك يا سيدنا شو شيخ ما شيخ 900,000 ورقة سوري بنقطع ما عاد يجي على كل الجامع بقول لك هدول مشايخ لطيشة لطش مني 100,000 زيادة لو كنا كتبنا ورقة أنا وياك بقول لك تعال أقول لك مليون ليرة شوفها هاي الورقة وليك توقيعك بجوز أنت تكون نسيان يعني نسيان ومفكر إنه والله 900,000 وبتحلف على القرآن إنه 900,000 لست كاذبا وإنما تنسى وأنا بنسى كمان لذلك الله عز وجل قال فاكتبوا أي فائدة يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوا وليكتب بينكم كاتب بالعدل إما أن يكتب أحدكما أو يكتب الآية تقول كاتب بالعدل إذا أحدكم لا ولا واحد بيناتكم يعرف أن يكتب كتابة بالعدل وبالإنصاف من دون غبن لأحد الطرفين اكتب إنسان خبير عدل يكتب بإنصاف ما يملى عليه وليكتب بينكم كاتب بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله إذا كان الطرفان لا يحسنان كتابة لا يحسنان بيانا لا يحسنان تفسيرا وأنت تحسن وتستطيع أن تعينهم ولا يوجد غيرك يفعل هذه الفعلة يجب عليك شرعا أن تكتب بينهم بالعدل ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله أما إذا موجود غيرك لا بأس تقول والله اذهبوا إلى غيري أنا ما بحب أدخل بهالأمور هاي بلا ما يصير زعل بيصير إذا موجود غيرك لكن إذا مو موجود يجب عليك أن توافق ولا يأبى كاتب أن يكتب كما علمه الله فليكتب طيب وليملي للذي عليه الحق أنا دينتك مليون ليرة سوري أنت عليك الحق هلأ ترجع لي المليون ليرة سوري بعد بأول السنة بقى لما بدنا نجيب كاتب الذي عليه الحق هو بده يحكي اكتب بالله يا أستاذ فلان أنا الموقع أدنى فلان الفلاني ابن فلان اقترضت من السيد فلان الفلاني مبلغا كذا كذا على أن أرده وليملي للذي عليه الحق لأنه هو الملتزم بهذا الكلام وليتق الله ربه ولا يبخس منه شيئا دير بالك أنت وعم تنقله نقله الكلام الصحيح ولا تنقص من حق الطرف الآخر شيئا فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا
لا يحسن كثيرا بالمعاملات المالية، لا يحسن بكتابة الصكوك سفيها أو ضعيفا، أو لا يستطيع أن يمل هو أنه هو ينقله، فليملل وليه بالعدل. قال العلماء فليملل وليه لها معنيان، فليملل ولي الحق بالعدل، ولي الحق يعني أنا اللي مدينك، أنت عليك الحق وأنا ولي الحق، قال فليملل الطرف الآخر يعني، أو قالوا فليملل وليه بالحق، هذا الذي عليه الحق هو ما بيستطيع، هو سفيه أو ضعيف، إله ولي يشرف عليه، فليملل هذا الولي عليه، فليملل وليه بالعدل. بعدين الله عز وجل يقول واستشهدوا شهيدين من رجالكم، كمان بعد ما نكتب جيب شاهدين، بل ما ينكر واحدنا أنه لا هي الورقة مو أنا كاتبها، لا هي الورقة مو أنا نقلتها، أما إذا جبنا شهود هذه بينة كاملة، جيب شاهدين. واستشهدوا شهيدين من رجالكم ويكونان في المعاملات المالية من الرجال، فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. ليش امرأتان؟ قال أن تضل إحداهما تنسى فتذكر إحداهما الأخرى. الشهادة بالإسلام، هلا بعض الناس يقول لك شوف الإسلام يعني بيساوي المرأة نص الرجال، لا ما بيساوي المرأة نص الرجال. الشهادة بالإسلام أنواع، معظم الشهادات في الإسلام تحتاج إلى شاهدين، لكن في بعض الشهادات تحتاج إلى أربعة، بالزنا نسأل الله السلامة نحتاج إلى أربعة. أحيانا في شهادات النسب يقبل واحد، الشهادات تكون للرجال، بالمعاملات المالية ممكن رجل وامرأتان. عند أبو حنيفة بالأحوال الشخصية بالزواج نحتاج إلى رجال، عند أبو حنيفة يرضى أبو حنيفة أنه امرأة تشهد مع امرأتين مع رجل قياسا على المعاملات المالية. في أمور النساء تقبل شهادة النساء دون الرجال، يعني في مرات النساء تقبل شهادتهن والرجال لا يقبل في الأمور النسائية، الأمور الخاصة النسائية، لأن الرجال لأن النساء أفقه فيها وأعلم فيها وألصق فيها، لا تقبل شهادة الرجل، ولكن تقبل مرات الداية هي التي تشهد أنه هذا الولد ابن هذه المرأة، تقبل شهادة الداية ولا تقبل شهادة كل الرجال إذا أجوا شهدوا، لأن المرأة تلك هي ألصق بهذا المسألة. فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء، ما كل الشهداء مرضيين، لازم يكون الشهداء عدول، عدل يعني معروف في الصلاح، معروف في الصدق، معروف بالخير، معروف بالانضباط بالشريعة، ممن ترضون من الشهداء. ليش امرأتان؟ قال أن تضل إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. معظم نزلات النساء على السوق في الغالب، في الغالب المرأة الواحدة لا تنزل إلى السوق، يا بتأخذ أختها، يا بتأخذ أمها، يا بتأخذ جارتها، يا بتأخذ حماتها، يا بتأخذ كنتها، فينزلان إلى السوق، فربما نسيت إحداهما، ضلت إحداهما فتذكر إحداهما الأخرى. الله عز وجل قال ولا يأبى الشهداء إذا ما دعوا، إذا أنت شهدت شهادة ثم دعيت من أجل أن تؤدي هذه الشهادة ولم يكن غيرك في هذا المسألة يجب عليك أن تشهد. هلأ هم مسألة مهمة يا أخوان، مرات واحد يطلب للقصر العدلي شاهد، بيقول لك أخي أنا لا بدي أنزل ولا بدي روح ولا بدي وجع راسي يعود يصرنا مشاكل، أنا ما بدي روح. إذا كان في شهود غيرك، يوجد شهود آخرون، يعني إذا أنت ما أجيت بيجي غيرك، لك أن تذهب ولك أن لا تذهب، لكن إن لم يكن في المسألة غيرك وإذا ما شهد سيضيع الحق أو سيظلم أحد الطرفين، يجب عليك شرعا أن تنزل حماية لمصالح الآخرين. شوف الإسلام كيف يحفظ حقوق الناس. ولا يأبى الشهداء إلى إذا ما دعوا، ثم قال الله تعالى ولا تسأموا لا تملوا أن تكتبوه صغيرا أو كبيرا إلى أجله، هذه المداينة سواء كانت صغيرة أو كانت كبيرة إلى وقتها، ذلكم أقسط عند الله، هذا أقوم للعدل في الأرض وأقوم للشهادة، حتى الشاهد إذا تذكر الشيء المكتوب لأنه هو كان حضران وشافنا كيف وقعنا، لذلك حتى إذا توقع بأنه ينسى فالكتابة تعينه على الشهادة، ذلكم أقسط عند الله وأقوم للشهادة وأدنى ألا ترتابوا، يعني ألا تشكوا. قال الله تعالى إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم. مرات أنا بروح على محل بشتري ساعة، هلأ إذا الساعة فخمة في الغالب هو بيعطيني ورقتها، هذه الورقة نوع من أنواع الصكوك والكتابة بيني وبينه، لا ساعة تبع هدون البسطات اللي بنشتريها للأولاد بشان يلعبوا فيها، كلها حق 500 ورقة سوري،
ما بنكتب هلا كلياتنا بنروح بنشتري، بتشتري انت كيلو لبن مصفى، ما بتقول له للزلمه وقع انك بعتني كيلو لبن مصفى، بيقول لك وقع السلمه 150 ليره، ما بتقول له. هذه تجاره تديرونها بينكم، يعني اشياء بسيطه يتسامح بها الناس ويتساهل بها الناس. اما هلا لما بدي اشتري منك بيت ما بيمشي الحال هيك، انه بعني واشتريت وهي قبضت، لازم في وراء، لازم في شهود، لازم في توقيعات. قال إلا أن تكون تجارة حاضرة تديرونها بينكم فليس عليكم جناح ألا تكتبوها. ثم قال الله تعالى وأشهدوا إذا تبايعتم. البيوع الكبيرة يا إخوان، واحد اشترى سيارة، واحد باع بيت، واحد اشترى بيت، أشهدوا. وهذا نحن كثير نفعله، بس الحقيقة في مرات ما بيفعلوا. مرات أب بيبيع لابنه، لا بيخبر حدا ولا بيقول لحدا، وبينزل بيفرغ له بالطابو، وعود بعد ما يتوفى الأب خد بقى هلأ المشاكل. الأولاد بيقولوا له بعيد من هون، كاذب، أنت متفق، مزور، مغير، مبدل، بيطلع لهم ورقة البيع العقد القطعي، بيقولوا له أعوذ بالله أبوك ما باعنا، لا خبر. لو الأب جاب الشهود، جاب الأولاد، تعوا يا أولاد أنا بعت أخوكم ليك ودفع لي حقهم، خلاص بيضل المجتمع متماسك. وأشهدوا إذا تبايعتم. ثم قال القرآن ولا يضار كاتب ولا شهيد، يعني هذا الذي يكتب لا توقعوه في ضرر، وأنت يا أيها الكاتب لا تضر الذين تكتب لهم فتزور وتغير. والشاهد كمان نحن لا نضره، يعني والله أخي اترك شغلك وتعال ماشي الحال، هو إذا كان مطلوب إليه أن ينزل بينزل، بس أما وأنه بده يترك شغله أنا بدي أعطيه الحقيقة بدل هذا الذي تركه، أنا بدي أعطيه إجرة التاكسي اللي بده ينزل فيها على القصر العدلي. لا يضار كاتب ولا شهيد، وإن تفعلوا إذا سببتم ضرر للكاتب أو الشهيد، أو الكاتب والشهيد سببوا ضرر لمن كتبوا لهم، قال فإنه فسوق بكم، خروج عن أوامر الله، واتقوا الله ويعلمكم الله والله بكل شيء عليم. يا أخوان شو علاقة واتقوا الله بآية المداينة؟ شو العلاقة؟ هذا دليل بأنه تقوى الله مو بس صلاة وصوم، تقوى الله أنك تكتب الدين، تقوى الله أنك تشهد على البيع، تقوى الله أنك ما تضر أحد بالمكاتبة ولا بالشهادة، تقوى الله أن تلتزم أمر الله، تقوى الله مو بس صلاة وصوم، واتقوا الله. طيب إذا أنتم اتقيتم الله ماذا سيحدث؟ الله عز وجل قال ويعلمكم الله، يورثكم علما لدنيا في قلوبكم لم تكونوا تعلمون، والله بكل شيء عليم. ثم قال القرآن وإن كنتم على سفرين ولم تجدوا كاتبا، بطريق السفر أنتم ما في كاتب، قال فرهان مقبوضة، ممكن أنا بأخذ منك رهن، بدك دين مني 1,000,000 على عيني، جيب لي إسوارة ذهب، جيب لي إسوارتين ذهب خليهم عندي، بس تجيب لي 1,000,000 بعطيك ياهم، ارهن لي سيارتك، تعم ننزل نحط عليها إشارة رهن، بس تجيب لي ياهم نفك الرهن هيك. الله لا تزعل، لا حدا يزعل إنه أخي ليش هيك عم بيقول معي، هو هذا مصلحته مع هذا وحماية لحقوقه. وإن كنتم على سفر ولم تجدوا كاتبا فرهان مقبوضة فإن أمن بعضكم بعضا. القرآن يقول طيب إذا واحد دين واحد لا كتب ولا أخذ رهن ولا جاب شهود، يعني أنت رحت لعند واحد قلت له ديني 1,000,000 ليرة سوري، وجايب معك أنت شهود وحتى جايب ورقة وكاتب له أنه تفضل، أم إجا قال لك أنا أخي ما بدي ورقة وأنا أنت عندي مصدق وعندي أمين خلاص، ولا بدي شهود ولا بدنا شيء، خلي الورقة معك وهي 1,000,000 ليرة سوري، إيه ما تجيب لي هون بأول السنة الجديدة. الله عز وجل قال فإن أمن بعضكم بعضا فليؤدي الذي ائتمن أمانته، يعني عيب واحد أمنك ويا رجل لا كتب عليك ولا أخذ رهون ولا أخذ مواثيق، أقل شيء التزم بما قلت. قال فليؤدي الذي ائتمن أمانته وليتق الله ربه، تقي الله بأنك تقول له تنيمه للزلمة، تقي الله صار معك مصاري ما تعطي، قال والله ناوي أطلع على الحج هلأ السنة يلا بأجله إن شاء الله، إن شاء الله جايتني دفعة بعد الحج، أنت ما في تقوى الله لو عم تصلي ولو عم تحج لأنك ما وفيت بالأمانة. قال ولا تكتموا الشهادة إذا كنتم شهودا ومن يكتمها فإنه آثم قلبه. قالوا لماذا خص الإثم بالقلب؟ لأن كتم الشهادة بالقلب هو يخفيها في قلبه الشهادة ولا يصرح بها، فكان قلبه فيه إثم، والله بما تعملون عليم. شو هالخاتمة يا أخوان؟ معناتها الله بالمحل، شيء اللي أنت عم تعمله بقلب المحل الله عليم، مو بس بالجامع، والعقود اللي عم تكتبها بالمكتب الله بها عليم، والمبايعات اللي عم تجريها بالمتجر الله بما تعملون عليم، والمداينات التي تقوم بها
والله بما تعملون عليم. إذا الله بما تعملون عليم، مو بس الناس تعلم، الله بيعلم، معناته بده يحاسبك على الإحسان إحساناً ولا سمح الله على الإساءة إساءة. فتعالوا يا إخوان مجتمعين، نحن ننضبط بأوامر الله عز وجل في أسواقنا التجارية كما ننضبط بأوامره جل جلاله في عباداتنا الشعائرية. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين. كتاب الله للأرواح روح، به تحيا النفوس وتستريح. كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله.